أخبار اليوم. يعني هي حاجات بسيطة اللي كانت صعبة، باقي الامتحان كان كويس ومستوى الطالب. الاقتصاد كان سهل جدا، يعني اللي حتى اللي مش مذاكر بيقدر يحل فيه معلومات عامة فيه. رأيك في الغاية تنسيق الثانوية العامة؟ لا أنا يعني السنة دي مش هينفع لأن خلاص الوقت خلص، لكن الغاية التنسيق للسنة الجاية هيكون حاجة كويسة للي جايين بعدنا. بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الغاية التنسيق أحسن بكتير؟ لا انا عن نفسي التنسيق بالنسبه لي احسن. الامتحان كان حلو، لا كنت ايطالي. الامتحان كان حلو جدا، هو عامه في مستوى الطالب المتوسط، وكان الاسئله كلها جايه مباشره، ما كانتش فيه سؤال لافف حتى في الاس ام اس ولا اي حاجه. والاقتصاد برضو نفس الحاجه، كانت جاي اسئله عامه بس. ايه رايك في الغايه التنسيق الثانويه العامه من السنه الجايه؟ والله يا ريت احسن بكتير، ويعملوها ان هي تبقى قدرات وكل واحد يخش الجامعه اللي هي هتبقى عايزها. كده احسن بكتير. ايوه الغايه التنسيق احسن بكتير جدا، وتبقى كل واحده داخله الحاجه اللي هي حباها، مش تخش حاجه مجبره عليها، وكمان تشتغل الشغلانه اللي هي بتحبها. احنا كمان خلصنا بدري وكنا قاعدين فاضيين، يعني لا لازم يتلغي، لازم مش السنة. طب احنا بقى نعمل ايه؟ ما احنا اصلا احنا اللي خدنا القرف كله، يتلغي على السنة الجاية؟ ده كده مش عدل خالص والله بجد، وكده ظالمنا احنا. السنة دي مفيش حد يخش كليات قمة، اللي احنا عملناه ده كله تعبنا فيه ما خدناش حاجة. انا علمي علوم كنت تعبانين من اول السنة، والمدرسين بتوعنا كانوا فاكرين ان احنا هنطلع الاوائل على الجمهورية. لا لازم يلغيه طبعا، عشان ما يعني جاي الامتحانات كانت بتتسرب وكده، فلازم يلغي التنسيق. لا والسنة دي احنا اللي بنشتكي، لان احنا اللي تعبنا طول السنه مع ولادنا، يعني تعبنا تعب جامد قوي، فالسنه دي لازم يلغي التنسيق. ما ينفعش يلغوه، لا ما ينفعش يلغوه، لان في عيال عندها قدرات انها تجاوب على الاسئله اللي هيجيبوها لهم، وفي عيال قدراتهم ضعيفه ما ينفعش. معظم الطلاب عايزين يلغوا التنسيق. ايه؟ معظم الطلاب عايزين يلغوا التنسيق. بس مش هيمشي القرار ده، هيقوموا ثوره في من السنه الجايه. انما السنه دي لا، مش هيمشي من السنه دي، السنه الجايه ان شاء الله.